اصل احنا بنقدم شغل، بنقدم شغل وبنحب دائما ان الناس تشاركنا فيه، لانه بنفتكر انه الموضوع اللي بنطرحه او نقدمه بهم الناس. بنطرح لكم شغل يشاركوا الناس فيه اي ويشاركونا فيه. نعم نحن بنطرح شغل بعدين انتم بتقولوا رايكم فيه وبتطرحوه. بس احنا يا اخواننا ايوه المشاركة فيه أهم حاجة. أيوة مسرح في الهواء بيرحب بكم. مسرح في الهواء سعيد جدا إنه يكون الليلة في كلاكلة، واللي عنده أي مشاركة أو أي إضافة أو داري يشاركنا التمثيلية دي مرحب به. ورحب بالأستاذ، رحب بالأستاذ سير محجوب. يا ابوي يا ابوي ابوي عليك الله يا ابوي، ما تقوي راسك يعني. ما ممكن يا ابوي، انا بدي المره الكم امشي واجيك يعني. انت ليه ما قدرت تسمع الكلام يا بنت؟ انا كلمتك كلمتك قلت لك انا بيتي ده ما بفوته ما بفوته. انت داري شنو؟ امشي امشي على بيتك واولادك. امشي كيف امشي على بيتي واولادي يا ابوي؟ وخليك تتعرض روحك للخبر. اجيني شنو؟ ما في حاجه بتجيني، ده بيتي انا قاعد حارس بيتي، حاجه بتجيني ما في. يا ابوي قلت لك في الاخبار بيقولوا في سيول، في حاجات جايه يعني. الناس دي كلها رحلت يا ابوي، بس انت هتقعد عشان تحرس البيت؟ البيت البيت ده يطير يا ابوي، حياتك اهم منه. كيف يعني؟ كيف يعني بيتي افوت بيتي يعني؟ انا ما قلت لك فوتوا، حتفوتوا انت لفتره مؤقته، بعد ما الخريف ده ينتهي بنرجع نحن لبيتنا. وانتوا عرفتوا كيف انه انا حتحصلنا اي حاجه؟ ما قالوا الناس اللي بيعرفوا قالوا في الاخبار قالوا. قالوا؟ والله بقول غير كده. الله بيقول بيقولوا كلام والله بيقول كلام. طبعا احنا برضو ما عارفين يا ابوي، برضو الله بيقول، برضو ما نعرف روحنا للخطر. سنه 88 قالوا نفس الكلام، قالوا للناس ورقوا فوتوا السيل المطر والناس قعدت وما جاتوا اي حاجه. ما خلص الزول برضو بيعمل احتياطه يا ابوي، الزول يعني ما بقعد بيقابل الخطر يعني. ما تكتري كلامك معي، انا بيتي ما فايته يعني يا ابوي، شجري ما فايته، بهايمي ما فايته، ان عندي شغل امشي اشتغليها. ما تكتري كلامك معي يعني ابوي. انت بهايمك وبيتك هم مننا ومنك. انتوا مش ورقتوا ورقتوا روحكم، خلوني انا روحي دي شديد عليها. امشوا وضعتكم الله الرسول. امشوا ما بقدر امشي اخليه. وضعتكم الله الرسول. امشوا انا ما بتجيني عوجه. كيف بتجيك عوجه يا ابوي؟ يعني انا ما اعرف انت مقوي راسك ده كده ليه؟ انا بيتي ما بمرق منه، كلمتك قلت لك بيتي ما بمرق منه. ما تمرق منه، امشي بس اطلع انت. كل مره نجي نشقر على وجهك. هسه ده المجاري هنا قاعدين، في الناس ما مرقوا، في الناس ما مرقوا، كلهم بس مقوين راسهم كذا زيك يا ابوي. لكن الناس اللي بيعرفوا حافظين على الحياه. خلاص انا معاهم، الموت ضمن الجماعه عيد. خلاص انا قاعد مع رفاقتي دين مرقوا، انا بمرق ما مرقوا، انا قاعد معاهم، انا متعاذر معاهم. هاي افوت ابراهيم، افوت ابراهيم 10 سنين يا اخي. ما تفوتوا سوقوا ذاته معاك. ابراهيم بعدين ليه؟ عشان البيت. ابراهيم ما مارق البيت ولا حياتكم؟ ابراهيم ما مارق ولا ما مارق، ما بنمرق البيت ولا حياتكم يا ابوي؟ حياتنا دي في ايد الخالق. ها؟ مش انت عشان تحافظ على ممتلكاتك. ما في زول بيموت برا يومه. الموت واحد. الموت واحد، في زول بيموت برا يومه. ما في زول بيموت برا يومه، لكن برضه ربنا قال الزول يعمل حسابه يعني، ما تعرض نفسك انت للخطر وتقعد. يا بنتي عليك الله ما تكتري كلامك معي. امشي امشي وضعتك الله ورسوله. ما بقدر امشي والله يا ابوي وخليك. ها خلاص اقعدي معي. اقعدي معي. وكنت ما بتقدر تفوتي خليني اقعدي معي. اقعدي. انا ما ما بيك ما بمشي. اه ما بمشي. قاعد يقول لك امشي. ما بمشي. هذول ماشيين. ما بمشي. ما وقع. ما وقع. ما وقع. قاعد. ما بمشي. اه هذول كلهم ماشيين يا ابوي والله. ما في دول ماشي. ابراهيم ما ماشي. ماشيين ولا ما ماشيين؟ انت بيتك وقع ولا ما وقع؟ ها؟ ما وقع. ما وقع تقعد. ابراهيم ما ابراهيم ما مشى، انا ما بمشي. اه اه خليني. بس خليني. خليني. عشان البيت ولا روحكم؟ قال لا خليني. والبيت بعد ما تموت بيقعد فيه منه؟ خليني. هاي بنتك يا حاج. هاي وخايفة عليك. هاي هاي عليك يلا تعال وري. واكثر واكثر من بنتك ما في انسان بخاف عليه. انت مش معاه طوالي. وانا ما خايف على روحي. ها؟ انا روحي دي ما خايف عليها. عليك انت ما خايف، انت مسافر. خلاص بتمشي لاولاده وتمشي لراجلها وتمشي لبيتها. لا انا ما انا بيتي ما بفوت. انا بيتي ما بفوت. انا بيتي ما بفوت. انا بيتي ما بفوت. انا ما اسمع ابو فوز. شايفين ماي ما يمرق. اها الدار دي ما زياش، والمويه هي ما قاعد، احنا ما نسبق الحوادث. ايوه نسبق الحوادث، ما نسبق الحوادث. المطر هي ما جات،
وعلم الغيب المويه دي احتمال تجي بيتك ده ما تصل وتقول ما تكسر. علم الغيب لا لا لا, لا, لا. نعم بقول لك ما تمشي تفوت جيرانك وبتقعد معانا يعني العشرة بتاعت الفترة الطويلة دي, لكن انت لازم يعني تمشي مع بنتك دي هم ولادها يعني. انا ما بقول مع النسيب هم ما نسيبي ما نسيبي ما بقعد انا ما بقعد في بيتي انا مش بركز والله يا ابوي انا ما بقدر بقعد في بيتي افوت انا عندي صاحبي عندي صاحبي افوت ابراهيم صاحبي احنا متفقين انا ابراهيم صاحبي ابو سرة ايوه تسمح لي كلام النسوان لا 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 طرحت راي لاي كلام دم ده ها ابراهيم ترحل تسيب بيتك ابراهيم والله والله مش لو جا فيضان لو جا شنوذاك انا من بيتي ما بتحرك ابراهيم ابراهيم اسمع كلامي انا ما صدقت ابراهيم اسمع كلامي يا با انا ما صدقت ابراهيم اسمع كلامي في شهادة بحث ان شاء الله تكون في مجلسين لا لا انا يلا يا مين اللي قلت لك اعترض افوت اخليها وين طب احنا متفقين يا اخي وبعد ذلك يا اخي احنا قاعدين فيها دي ارض اجدادنا وارض ابواتنا الزراعيه تجي تقول لي اطلع كده خلاص يعني يعني الوضع خلاص يعني انا قلت خلي انا قلت خلي كلام فارغ انا قلت خلي انا قلت لا ما بفوت ابراهيم منو انا قلت لا ما بفوت ابراهيم والله راجل قلت لا ما بفوت ابراهيم انا والله راجل افوتك كم شوان يا اخي والله راجل احنا مش متفقين والله يحييك انا مش متفقين احييك طيب لقيتك زول اصيل مش كده بالله لقيتك زول متمسك بيطينك وبترابك ايوه اصلا شفت ما انا كان غريقت جيت احنا لقيناه بفوت احنا لقيناه بسهل لقيناه بسهل عشان نفوت احنا احنا يا اخي انا تجيني الاخبار يقول لي يا اخي خلاص يعني ابو السره خلاص مسافر فايت ارضه ودياره من الاخر هسه بتقدر تنوم عليك الله في ديار تانية انا هسه بنوم انا هسه هنا بنوم كان واقف على حين كده في بيتي ده بنوم زي الاطفال ايوه زي الشفع تنوم ايوه ما تسمع كلام المرا ليه ما يسمع كلام كل رجل عظيم امراه ارحل من محله ارحل ارحل من محله ارحل ارحل من بيته المرا على العين وراسه المرا على العين والراس الله يبارك فيك مرحبا والله لا ترحل ولا شيء المرا على العين والراس ايوه ايوه كلام ابن خليفه يا اخي انت ود منو انا ود النعيم محمد علي النعيم شفت ود النعيم طالع لابوه اي طالع لابوه ود النعيم قال ما نمشي خلاص النعيم على قاعدين احنا قاعدين وعليكم السلام الله يبارك فيك الله يسلمك يا ان شاء الله بس الحمد لله اها وعقول الخبر الفيضان ثاني اي اها في شنو البهايم ماله ما فضل فيها ولا راس ابو اها ابا اها 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 والزرع كيف الزرع عليه الطلاق مويه بيضه بس وانت جاي من فوق اي بالحيل من الظهره من الظهره اي بالحيل اها والبهايم دي كلها خلاص انقرضت تعوض فيها الله يعني ما في فايده لا في زرع ولا لا زرع لا بهايم البيوت اها البيوت جت وقع الحمامات والناس مرقوا برا الشفخانه بالحيل جت الشفخانه رقدت واطا جت ما فضل ولا حبك انا عندك الحته امشوا عليه ده غادي غادي ولا هنا يا زلمه زلمه غادي غادي ولا هنا هنا غادي ولا غادي جاي هذا ها قريب جنبنا جاي هاي بالحيل احنا وصلنا ها ما وصلنا تقول لي يا لا ما وصلنا ما وصلنا ولا شفنا يا زول والله لو فضلت حيطه هاي مش كاي شالت البهايم وشالت الزرع احنا قاعدين لو فضلت الشدره دي شايفه احنا قاعدين فضلت الشدره دي احنا قاعدين انا بقعد فيها احنا قاعدين ولا شبير احنا قاعدين هاي بس قال ارحل قال بس يلا ارحل 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 ولا بنسمع كلام زول احنا هاي اسمع هاي انت اصلا البيت دي ما حتفوت بيتك هاي بيتك ما حتفوته هاي لو ابوها ها طردها من البيت ثاني حتجي راجع البيت هاي ها لو راجلها شاكلة ها هاي بتجي بيتك انت الله يفتح عليك يعني المعنى شنو المعنى ابو المعنى تقعد المعنى لا خلاص اطلع من بيتك صح انا قاعد هاي الله قال ولا تلغوا بانفسكم الى التهلكه هاي انت بيوتكم دي ما حتفوتها مره واحده قال لكم لحد ما مرحله الفيضان دي تمشي ترى راجع لبيوتكم امشي انا قبل وين اخذ الناس قبل وين وريني بعدين المساحه فاضيه كده اقعد فيها ان شاء الله في خيمه ما بعد تعال راجع ها اها انتوا هاي تمشوا اقرب مركز اها كلهم نيجي من البيوت ما في شنو تعملوا لنا انكم تعوضونا بعد اننا الفيضان انتهى والله يا ولدي يا اخي
هو كلامك ده هي نعم فوق المنطق، لكن كمان اجانا كيف يعني انا مش من اي كلام كلام هنا كلامكم امشي كلام هنا بيقول لك اسمع انك انت لو جيت راجي قريب بيتك انتهى دم ممكن اعوضه اي كويس لكن نعرفه كيف تلقى وين انمسحت عليك المرض انمسحت انا احسن اقعد فيه وكل ما اشوف لي حته فاضيه من المويه اغوص فيها حاجه دي ارضي اها دي ارضي سامح دي ارضي كده انا بكون يا ولدي حجزت ارضي وقاعد فيها ما في ذول بيقدر يجي يزحني منها انت كوميدي انت هي كوميدي اها محدده وتشوف لك علامات عمل فيها علامه شوفها ولدي اسمعني انا جني وجن المشاكل انا ما بحب المشاكل يعني لا رضيت مسحت أرد منه ما معروفه يعني انا بعدين كقلني مشاكل وضارب يعني معنى كده يعني لا ما في ابراهيم ايوه الحكومه ابراهيم الله يا اخي الله يا اقول لك شنو يعني يعني خلاص خليني يا ولد خليني خلاص امشي يلا امشي امشي ابراهيم ابراهيم ما تقدر انت يعني ايش يا ابراهيم ايوه ابراهيم احنا متفقين احنا متفقين اسمع انت في بيتك وانا في بيتي ذول بيمرقنا ما في امشي مرحبا كيف الحال؟ ان شاء الله بخير؟ لا تمام والله تمام والله اها عندي مشكلة شنو؟ تزوج في المطر ده؟ تزوج في الفيضان ده؟ وانا شاهد من زمان ما قاعد فوق الحلة دي مالك ما جيت قلت لها تعال انا قاعد اتزوج حتى كان في صيوان ساير تقول لي وين؟ ولادهم ونجحوا فاتوا ها؟ ونجحوا نجحوا فاتوا الناس بتغرق اذا بدنا نعرس نجحوا فاتوا ها؟ الحسين مش من وشي الحسين نجحوا فاتوا احسن لك تمش من وشي الحسين احسن لك امسك ليك شيل لي الولد هامش وديه برا شيل تعال هنا امشي يا قال الله تعالى لا يصيبك الا ما كتب الله لك نعم نعم ونعم بالله نعم بالله ونعم بالله نعم ونعم بالله هذا احنا قاعدين يا دول احنا قاعدين البيت قالت لي ما شان هذا لك عمي مرحبا شان هذا لك عمي البيت كيف الحال حبابك الف مرحبا وعليك السلام ورحمة الله مرحب الله جابك لي الله جابك لي تعال انا بجيك ها ارفع لا من جبالك انا مفتش لو امش عندي الحيطة دي قدر تقع امش رح ما تخليها تقع يا ابراهيم يا اخواني وين ابراهيم شنو وين ابو سرة في شنو ها اولادي في تحت البيت ها وقع البيت وين وما في ناس بيطلعوا لي اولادي ما عارف ايش يتكسر نبقى على شنو نحن؟ أبش تقرروني أجيب تقرروني أخذهم معاك تقرروني هذا تقرروني هناك تقرروني غادي وقول تعال الحقوني قول يا أبو مروه قول يا أبو مروه قول يا أبو مروه قول يا أبو مروه غادي هناك قول يا أبو مروه أنت ما أبو مروه يا عمي أنا واحد أنا أسوي شنو؟ أنا حارس البيت يمكن أمرك كذا بيتي ما في زول غيرك في الحلة ما في زول إلا أنا إبراهيم إبراهيم كمان ما شافش بيته سلام حبابك كيف حباب محمد تمام كيف حالك الله يبارك فيك حالك تمام كويس الله يبارك فيك الحمد لله الله يسلمك البحر ده راجيه لحد ما خلاص يغطيه كله ولا شنو مالو البحر البحر ده ما ماشي الجزر دي ما كلها اتقفلت خلاص بقت مع البحر احاول نسوي شنو يعني امر قفوت بيتي اي البحر ده معاه قوه كمان في زول بيقدر يقابل البحر انا كان دفر كده ما خلاص تعني. انا حارس هاي انا حارس وطاطي حارس بيتي لا اهم حياتك ولا اهم بيتك يا جماعه الحياه دي عندي في زول الحياه دي ما في ايد الخالق الحياه في ايد الخالق يا جماعه ونعم بالله سنه 88 الله قال لك مش موت اسمع كلامي اسمع كلامي يا محمد انت سنة 88 ما شفت ود باب الخير ما قاعد في الجزيرة الموج البحر غطاه كله وهو قاعد في مركب أبا يمرق قاعد حارس الجزيرة في محل الجزيرة قاعد في المركب أولاده يجيبوا له الأكل من الـ من الـ من القيفة يجيبوا له الأكل وهو قاعد وينوم قبله في مركبه لما البحر فات وقاعد في جزيرته
يجيبوا لنا الشاي الصباح ويجيبوا لنا الفطور ويجيبوا لنا الغداء ويجيبوا لنا العشاء كله يجيبوا لنا في نص البحر في نص البحر وفي مركب حصلنا شنو حصلنا شنو حصلنا شنو اولاد ذيل ما تلتلون يا اخي ادعمون يا اخي اذا ابو صباح الصباح ما عندهم شغل غير ابون المركب ماشي ودوا له الاكل المركب جاي يجيبوا له الاكل المركب ماشي ودوا له الاكل المركب جاي ودوا له الاكل اللي بيعيشوا فيه ولا بيطلع شنو في زاد بيعيشوا ولا بيطلع شنو في زاد بيعيشوا ولا بيطلع شنو عشان يخدموني لا انت ولا شنو انا يبطلوا شغلاتهم يباروك انت ساعة الحر يجيبوا معي انا افوت واطاطي لا ساعة الحر الحر ديك انا الزول بيقدر يتداركها ما يتداركها الله ما اداني عقل يا اخ ولا شنو يا اخوانا يا جماعه الواحد يفكر والله يا جماعه كلامكم ده ما واقع لي والله كلامكم ده ما واقع لي كله لا يا اخي افوت صاحبي يا اخي افوت ابراهيم انت دار تغالد الناس اللي بيعرفوا ناس الارصاد قالوا المناسيب بتاعت النيل دي زايدة ماشية في زيادة انت داير ترجع لحد ما تجيك تغطيك تغطس حجرك كله ما جات ما جاية نسبق الحوادث ما جاية نسبق الحوادث كل سنة كنوا قاعدين فجأة كده الموية بتجي لا من تجي بنمرك لا من تجي بنمرك لكن هي ما جات نفوت قبال ما تجي ها ده كلام شنو ده ها ده كلام شنو نفوت كيف كلامك ده بعدين يا اخي انا ما عندي صحباني هنا يا اخي معي يعني انا بس ما عندي فاكتي معي يا اخي كلامك ده ما كلام منطق ما فيه منطق المنطق شنو زول اخواننا قاعد في مجرى ال 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 البحر البحر عارفه جاي وهذا ماشي عليه وغطى الجزر دي كلها والشجر كله ما في اي حاجه بقى الماي في الجزر كلها بقت بيضاء خلاص مويه افوت صاحبي يا اخي انتظر المويه لحد ما تجي شنو ده افوت صحباني شنو ده يا اخي افوت صحباني افوت بيتي يا اخي وين صحبانك يلا ابراهيم ده انا متفق معاه انا حدثك ابراهيم اقتنع وسط راحل ماشي كلام ساكت ابراهيم طالع فوق ده كلام بتقوله ساي انا ده كلام بتقوله ساي ما قال لي الكلام ده هي يا سيدي والله ما قال لي الكلام ده ابراهيم ما قال لي الكلام ده عشان تقلع لا تتهموه ساي ان شاء الله يجي ابراهيم كان معي حصه ابراهيم ما قال لي الكلام ده ابراهيم فهم فهم يا غبس ها هذا ابراهيم جا الحمد لله هذا جا مرحب ابراهيم الكلام ده صحيح الكلام ده صحيح ابراهيم ها الكلام ده صحيح ابراهيم الكلام ده ها الكلام بتاع الاقناع ده ها هاي انا اقتنعت ابو سرعي وفايت؟ هاي بفوت وين اتفاقك معي؟ بفوت عشان ديل اتفاقك معي وينو؟ بفوت عشان ديل انا ما عندي ديل انا ما عندي ديل انا ما عندي ديل هاي انا ليه ما انا خاب عليهم يا اخي انا اتفاقك معي حاجة ابو سرعي هاي المجرى ده مجرى سيل والسيل الجفاد حسي قبل يومين ده ما نظف الواطة يعني كان جا سيل تاني بيجي اقوى من الفاد يا اخي سيل شنو؟ البحر لسه ماشي البحر النيل لسه ماشي زايد منسوب النيل ماشي زايد كل يوم ماشي زايد يابا ما تطلع انت اخترعتها يا اخي انت اخترعتها اقتنعت لانه المياه الحاسي فضلت دي حتركض وبعد شويه حجيب لنا الباعوض وحجيب لنا الضبان بعدين نكون في شنو في العلاج وانت حق العلاج ما عندك مشو بتاكله ما عندك مشو مشو انت مغشوش مشو مغشوش انت البحر انا ما بمرك 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 انا جاي ما بمرك انا ما بمرك ما بمرك انا ما بمرك انت بي طريق وانا بي طريق انا هنا داني انا ما مرق انا الغشير عليك ده زي ما بنقول المره دي انا الغشير عليك ده انا حاسس موافق امشي وماشي وضعتك الله روحك والله اقعد في حته عاليه يضربني الهواء ده يا اخي الدار تطير في السماء بركه الله والرسول عندي بيروح مني يا اخي بيروح مني ده يا اخي انا بغلى امشي وضعتك الله روحك وضعتك الله وضعتك الله ابو سرة وضعتك الله والرسول سرة كذا قول بسم الله هذا ما مبروك صل على النبي هذا ما مبروك صل على النبي على الحبيب صل على النبي ارفع على الحبيب ارفع على الحبيب اسع البحر ده الزول ما بصل على البحر ولا بقول انا اقوى من البحر ولا بقول انا اقوى من المويه النيل ده ماشي 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 اسع انت كذا براك عايم الجزر اللي كانت كلنا بنشوفها دي وكانت لفوق وكان فيها شجر ظاهر وين اسع وين بس بعدين تاني الناس كلها مشت حتى ابراهيم المعتمد عليه اقتنع عرف البحر ده حيجي يشيله ويشيل اولاده ابراهيم اتخاذل تتحدى البحر ابراهيم اتخاذل ابراهيم اتخاذل ابراهيم اتخاذل وانا ما بتخاذل اداني بجيني هون ولا شو يا جماعه انا جيتك زي كان سالته بيتي غبز دي اصبك معايا من الغلط شنو تمشي معايا البيت صح انك تمشي صح يا غبص ولا ما صح اخي انا بجيك زي انا ما كايت لا يزول يصوصعيني انا ما كايت لا يزول يوعيني انا مقتنع برايي اصلي ما غاري لو اتبعت الدنيا كلها انا ما مالك يفوت البحر لو اتبعت الدنيا كلها انا ما مالك انا قاعد انا جايك زاير اجيك بوين اشوف لي مركب اجيك با ها بابك 10 اشوف لك مركب ولا اقلع كف كيف بنطلوني اجيك بابك 10 اها
تجيني بالطريقه دي خلاص هو راح يتحرك معي البيت لحد ما الوطه تجيف واللي يفتح المجال يا زول انا ما بقعد في بيزول بعدك نجي راجعين يا زول انا ما بقعد في بيزول ما ممكن تقعد انا عندي بيتي ما بقعد في بيزول ما ممكن تقعد وريتكم الراس يا ابو سره بطل قوه الراس انا بقول له جاتك في مالك سامحتك وتجيك في الوليد تنسيك زي ما تريد اسيب ارضك دي الله لا قدر لو جاك مرض كعب حتبيعها وتتعالج بيها البيت الحارس وقاعد فيه ده حتبيعها وتتعالج بيها بقول لك انا بقول كلام هناي ده كلامه صح ارحل ارحل هاي وعشان العيال وعشان بدعنا الارض بتتعود هاي الارض بتتعود يعني اسي لو جاك مرض كعب ما حتبيعها هي قبل السيل قول قبل السيل فرضنا حتبيع الارض وتتعالج بيها هتعمل شنو يعني اثنين كان قالوا لك راسك ما في فتشوا فتشوا انا دار اقول لك حالي هاي اثنين كان قالوا لك راسك ما في فتشوا هل احنا من بيوتنا هنا ما بنطلع نهائي وانا معاك يا ابو سره والله والله ده قرب لبتاع 46 وجهه نظر ما والله قرب لبتاع 46 ما تقول زياده من 88 قرب ل 46 واعمل حسابك نسمع الناس كله نسمع الناس ابو سره الناس قالوا لك تطلع لما البحر ينزل يرجع رجع ثاني ما في مشكله يعني اسوي الدنيا بساساقه ما له يا اخي ما مشكله انت مالك راسك قوي كده قالك انت راسك قوي كده مالك قالك اطلع اطلع ما تطلع مالك انت بقى تموت ما بطلع ها ما بطلع تطلع ما بطلع تطلع بالقوه بالقوه ما بطلع تطلع ما بطلع هاي تطلع بالقوه تطلع ايوه تطلع تطلع بالقوه هاي انا دي كلها خايف عليك اشيلك شيل انا خايف على روحك خايف عليك انا ها لما اقول لك اطلع خايف انا خايف على روحك اطلع يا دقوق انا اشيلك في القتل ها انت اشيلك في القتل دقوق عم الحاج ده اهم شيء روحه وهم شيء حياته وراجل كبير وما حيلقى زول ينقذه فمن انك تطلع من البيت عشان ترتاح احسن لك من روحك تفوت من البحر ينزل رجع ثاني فاحسن لك تطلع الطلوع احل لك اولى اهم شيء روحك شكرا لك اصلا الموضوع الاساسي عن الفيضان الفيضانات مفروض الناس تتكاتف ومع بعض عشان يحمي المواطن من التضرر خلاص لانه نحن كشعب سوداني اساسا من عاداتنا وتقاليدنا انه شعب مترابط خلاص نقف مع بعض حتى ولو كان ما كده خلاص عشان كده لازم نحن نقف مع بعض ونتكاتف ونعمل سدود ونعمل نجيب التراب ونتكاتف خلاص والشباب يطلعوا خلاص عشان شنو عشان نحمي انه روح انسان يكون عايش يعني ما يفقد روحه امشي خلاص انت دي ما بتكفيك الاثنين جنيه ما بتكفي ما بتكفي ما بتكفي خلاص هي بقعد ارجع ابوك نسوي شنو احنا انت برضو ليله طردوك من المدرسه ما هي دي مشكله دي بتاع الدكان ذاته خلاص بقى مبدا يني ذاتي يعني ذاتي مين ما يشوفني كده بيقفل الدكان سوي شنو انا والمدرسه مشيت اسوي شنو ثاني والله دي مشكله دي ابوك وينه طار وين ابوك ده يا سلام يا جاي من وين؟ جاي من وين؟ رافع يدينك فوق وفرحان من الصالون الصالون؟ اي هذا البناتك طردوهم من المدرسة طردوكم ليه؟ دي طردوهم من المدرسة عليا مدارين القروش ساكن طردوكم ليه؟ المدرسة دي مجان؟ ها؟ ما عندنا قروش وعشان كده قال لكم ما امشوا ما تقروا؟ كويس وانت مالك برضو كمان؟ ها؟ مش المدرسة برضو؟ انت داري مش مجان ولا شنو؟ ودي في الثالث طيب لما قروشك على قروش شنو؟ اجي يا اخوان يعني الاثنين قالوا لكم في وقت واحد؟ ها؟ اي زول قال لها ابو الفصل امشوا خلاص لما نجي المدرسه امشوا امشوا قول لهم ابوي قال بيجي للمدير هسي امشوا امشوا لهم خلاص امشي فال امشي غسلي لي العده ديك امشي اسمع يا ابراهيم اسمع انت انا خلاص فاض بي الفاض بيه منو؟ فاض بي انا ده قاعد تسوي شنو انت؟ كيف؟ قاعد تسوي شنو انت فاض بيك؟ هاي لكن يا خلاص نقتك في الفترة الأخيرة دي كترت ونقتي لها يعني أنا الحاجات يا يما جاهزة مطبخي ملان والقروش ملانة بناتي قاعدين يقروا وبنيك ما بنيك أنيك ليه ما أنيك؟ هسي جاي من بتاع الدكان أنا أحرجني؟ سيدي الدكان بقى مين ما يشوفني بيك في دكانه؟ هخليها لما تجيني مصاريف لما نصرف مصاريف بتجيك المصاريف دي؟ احنا فطرنا هاي لكن طلباتك كثيرة والحالة واقفة لا الطلبات دي قاعدة أوديها وين أنا؟ ها؟ الطلبات دي قاعدة أوديها وين أنا؟ ما هي في البيت وفي بناتك قاعدة يودون وين؟ طيب انا ما قاعد ادفع كل شهر قاعد ادفع كل شهر
عندك عندي تقسيط الثلاجة لحد الآن أنا تقسيطه ما انتهى. أنا كل ما مر أنا كل شهر بدفع حق الإيجار. أنا كل مرة بتاع الإيجار بيجي هنا بيسمعني كلام فارغ. برضو اجتهد. أنا ما بتحمل بتاع الإيجار يجي برا الباب والجيران كلهم يعرفوا إنه هو داير مني قروش. أنا بتزلى. أنا بتهان لما نيجي بتاع الإيجار. تجي تقول لي يا أخي وأنت كمان أنا أخش جوا هنا. ما كفاية عليها البعوضة يا أخي بالليل يا أخي. باعوضة منه؟ صحيح باعوضة اللي بقعد معك في فقرك ده. والله ترضيتي بالوضع ده من البداية. ما قايلة للدرجة دي صراحة. ترضيتي بالوضع ده خلاص. ما قايلة للدرجة دي. اتحملي. اتحمل الحالة واقفة قلت لك الحالة واقفة. خلاص أقعد جعان. أقعد جعان لكن بناتي ما بقعدوا بدون قراية. أنا لحد الآن ما لاقي ملي. البيت أصلي شفتها ما لابسة هدوم مدرسة لأن هدومها شرطت. دايرة فصلها هدوم مدرسة. النسوان الصحيح صحيح بيجيبوا القماش براين بفصلا. والقماش يا ربي بلقى في الشارع مجدوع القماش ده ما بقروش. القماش ده بجيبه من وين؟ لمي لمي يا يما لمي ألم من وين؟ من وين ألم؟ هاي ألمي ألم شنو؟ عينك خطوك ألم شنو؟ والله بس يا هو بس أضحك يعني يا خلاص يعني بتتريق على راجلك؟ بس ما بعرفوا لمي دي شنو ذاتها لما كانت في قروش ولما كانت الدنيا بخيره ما قاعده تمشي محلات راقيه تتعشي ايوه لما كان في قروش ما انا عملت لك عرس اهز ورز تجي في النهايه عشان انا فلست وبقى ما عندي قريشات تجي تقول لي انا وين ها ها بس مضحكاني لمي دي صراحة مضحكاني لمي دي انت لمي؟ لمي وين؟ هم غرايب والله اسمع يا بنت الناس هي هسي لا داري اتعشى والله صحيح شر لا داري اتفسح انا دي لا داري اتعشى لا داري اتفسح لا داري البس دايرة اكل واكل اولادي ديل وبناتي ديل ويجروا المدرسة اكتر من كده ما دايرة انت ولا انت دي ما قادر تعملها اول امبارح قلت لي جيب لي عيش ب 3 جنيه 3 جنيه يا مفترية لا تبذري 3 جنيه ايوه لا تبذري في الايام دي الايام دي ايام تبذير يخشف بناتك ضعاف كيف حرام عليك جيت من بيتنا سمين انا حسيت في البيت ده خاف الله فيني خاف الله فيك شنو يا اخي اختصدي يا اخي اختصدي عشان تربي بناتك اختصدي عشان تقدر تحافظي على بيتك المره الجد جد بتحاول تختصد بتحاول تعمل حاجات ما بتزعل ما بتمنك انا جاي ما يا اخي يا خلاص بس قلت لك انا دايره شنو انت شايف دي يعني رفاهيه خلاص يعني ولا شنو يا ريت لو في يا ريت لو في وانت عارفه انه ما ببخل على الرفاهيه انا ما ببخل لكن الحاله واقفه والله انا ذاتي خلاص زهقت منك زهقت منك يا ابراهيم وزهقت من نقتك باعوضه بس دود 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 معقوله امشي ابراهيم عليكم السلام ابراهيم وين يا زول كيف الحال ما لك بقيت ما بتمروا يا اخي كيف حالك الله يبارك فيك ما لك بقيت ما بتمروا علينا آه والله يا اخي المشاغل بس والله يا اخي مشاغل شنو يا زول والله مشاغل شديده خلاص يا مالك العصريه بقيت ما بتمروا على الناس تولس معاهم في شنو؟ والله يا هو شغل يعني الواحد بيمشي من الشغل وبيجي الشغل فتران كده بيحاول ينوم يعني وزاتهم مسكت لي شغل ثاني لكن برضه والله العظيم ما مقدم اها كيف الاولاد؟ الله يكون في عونك والله كويسين الحمد لله الولد خبره كويس الولد منو ياسر؟ اي مرات بيرسل لي اه الله يديه العافيه هو مشى من حته ديك ولا قاعد فوق؟ لا في محلته ذاته لكن مراسيله بقت شويه بتتاخر يا اخي اي المراسيل الله يكون في عونه وفي عون نغايته انت عارف اي غايته بقينا عايشين اهو على عطيه المزين دي المعاش الملاحق جاي ولا جاي ده يا ولدي والله يا اخي الله يكون في العون اي الله يكون في العون والله الله يكون في العون لكن انت عامل كيف والله يا هو الحال واقف برضه الله لكن نحمد الله غايته الله يكون في عونك نحمد الله ما على كل حال امورك ماشيه كيف والله ماشيه بالسيسي الله يكون الحمد لله لكن برضه ماشي زي ابو القدح اه
لكن برضو مستورة والحمد لله. الحمد لله. طالما في النفس الطالع ونازل ده ما بتجينا عوجة إن شاء الله بإذن الله. فضلا من الله. فضلا من ربنا. فضلا من الله. هاي. نعم نعم. هاي أنت صحتك كيف؟ والله الحمد لله. تمام. الحمد لله ما في عوجة. الحمد لله نحمد ونشكره. والله يا زين أنا كان جاني التهاب سائل الأيام دي أشيل هم. ليه؟ من الحبوب اشترين كيف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أخي. هاي. والله والله ضيق ذات اليد يا أخي مشكلة كبيرة خلاص. ما برضو انت ذي معتمد على الماهيه. والله يا اخي كلنا في الهوى سوا يا اخي. نعم انا معتمد على الماهيه. الله يكون في عوننا يا رب العالمين. الله يبارك فيك. الله يكون في عوننا يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم امين. قلت لي اذا لك حق حبوب اسمعني. اي انا والله عندي 50 جنيه نتقاسمها. لا 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 اسمع كلامي اسمع كلامي اسمع كلامي على الناس الناس لبعض يا اخي تعال ابراهيم يا اخي ابراهيم تعال يا اخي اسمع كلامي يا اخي اسمع هاك هاك اسمع لا لا مصيبه اسمع كلامي يا اخي اسمع كلامي اسمع اسمع ابراهيم يا اخي امسك ايه 50 انا 25 وانت 25 وانا الولد مرسل لي بتصني خلاص امسك عليك الله عليك الله خليه لا والله لا والله امسك يا اخي انا احنا ما اخوان يا اخي الاخوان لبعض يا اخي امسك امسك انا ال 25 دي عبال ما يجيني المرسال حق الولد ها تكفيني والمعاش بعد يومين ثلاثه بصرف ان شاء الله الله يديك العافيه الله يبارك فيك تسلم شكرا لك يا اخي تسلم تسلم شكرا لك تسلم 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ مرحبا. كيف؟ اهلا بك. معلش انا كنت لافي في الحله كده و... ويش؟ وف... بس الوحيدين انتم ما لقيتكم. الله يديك العافيه خير ان شاء الله. مريت على ناس الحي كلهم. خير ان شاء الله. اي والله بس يعني الحله اللي ورانا دي طبعا انت عارف السيول والامطار وكده المساله جاطت وفي ناس بيوتهم وقعت وفي ناس وقعت لهم حيطه حيطتين وفي ناس بيوت انصبت وفي ناس بقوا في قاعدين في السهله ساكت في الشارع الله يكون في عونه والله يكون في عونه الكلام اللي حصل والله اي والله حاله صعبه خلاص الله يكون في عونه حاله كتير صعبه كتير. وفي ناس الحيطه وقعت فيهم الحيطه وقعت فيهم لكن غايتهم مرقناهم كده يلا يلا غايتهم الله يكون في عونه والله كارثه وديناهم للمستشفى كارثه والله اها وما في ناس ان شاء الله يكون كلهم طلعوا سلمين لا غايتهم الحله البجاية دي الورانه دي ما ما ما, ما في زول مات لكن أي. لكن العفش حقهم التلفزيونات الثلاجات اتعفصت وقعت فيها الحيط وكذا يعني فقدوا عفشهم وفقدوا حاجات شرايين وكذا وكلام زي ده احنا كيف؟ احنا يا جماعه أي. والله طبعا يا اخي احنا ما عندنا شيء نقدمه غير ضرعاتنا دي انا وابراهيم ديل كان لنا نفير احنا معاكم بضرعاتنا والله برضه ما قصرتوا والله ما عندنا حاجه والله ما زال مالو نمشي نردم لك نمشي نردم الفلس ما عيب نمشي نحفر نمشي نحفر اي والله الفلس ما عيب الزول كان ما بيقدر يدفع قروش ممكن بضراعه ده يساعد والله يا اخي أي. والله الحاله واقفه كله كله ايوه نعم لكن يا اخي لما انت تشوف مصيبه اخوك اي والله تهون عليك مصيبتك والله العظيم صح صح اي فعال الحاله دي انا دي 10 جنيه قالوا لكن انت ما عندك لكن البحه ولا صمت الخشب يا اخي أجود من الموجود شكرا يا حاج دل عندك كله يا أخي لا لا خلاص خلاص دل عندك كله يا أخي ما عنده غير دي أديه غيره أديه شيء يا زول بتجي أدي شيء لا أدي شيء وش خليه لا هو ما عنده غير دي يعني يا أخي مستور عليك الله مستور عليك الله يا أخي لا لكن أخ أمسك عليك أقعد بدون أي قروش هاي 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 بقعد هاي يا أخي شيل لك 10 أقعد لا لا ما بشيل 10 شيل لك أدينا 5 كفالة ليش شنو؟ ليش شنو؟ كذا أصبر 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 كذا أصبر أنت أنت ما كذا أصبر اسمعني كلامي ما جاتهم غاسة من برا ما جاتهم حاجة والله قالوا حيجيبوها لهم هاي حيجيبوها هاي يعني ما وصلتوا لعزة والله هاتوا ده الكلام اللي سمعته لكن في حتات جاتا في حتات لسه اظن ما وصلوا قالتوا ناسنا البيجاده لسه ما وصلوا والله المؤمنين أيوة والله أنا. الناس المؤمنين ما بقصروا والله أي. الناس أي. ما بقصروا اي لكن ما بقصروا ان شاء الله يا اندر اقول لك شنو أي. انت ما تبرع بالخمسه ما قدروا قدرتك ال20 دقيقه تبع حالك لا 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 لك لا 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 عليكم السلام مرحبا بك مرحبا بك هاي كذا هاي الله خير ما شاء الله ما شاء الله الخير راقد الخير راقد يا هما ربنا يخلف لك عندك غيره عندك غيره الله كريم ما مشكله لا لا عليك الله عليك الله عليك الله عندك غيره اظن زينا واحده عندك عليك الله والله يا زول شوف الناس شوف شوف الناس ما شاء الله امته
أمة السودان في خير والله. أمة الناس في خير والله. يا زين. يا سلام يا سلام. ما زعلت. ها؟ ما شاء الله كتر خيرك يا أخي. كتر خيرك. يا سلام يا سلام. عيش يا هنا والله مصر. اي ما رجع لك 20 يا اخي. انا ما داير وانا ما راجع البيت. قلت لك ما راجع البيت. انا من هنا وعلى الناس ديل. هاي لكن لا ما داير ما داير ما داير. انا كم اخذتهم اخواننا؟ الزول بيكون عنده 25 يدفعها كلها ولا يدفع 10 مثلا وخمسة ويخلي الباقي لاولاده؟ ها يا بهاي. قال لك جوع ده متعودين عليه، لكن الستره دي ما متعودين. عدم الستره ما متعودين عليه. احنا نمش لغايه الناس ديل. هاي هاي ان شاء الله نعمل لهم حيطه يا سلام ونفرش فيها مشمع. يا سلام يا سلام عليكم. والله والله العظيم خجلتوني. انا كان عارف كده ما كان جيتكم. انا كان عارف ما عندكم قروش ما كان جيتكم والله. يا زول هاي الحمد لله جيتنا. هاي الحمد لله. خلاص احنا بنمشي معاك بيض العظم ونشتغل. تشتغلوا؟ هاي يا سلام. هاي. يا اخي يا سلام يا سلام. والله في ناس والله في مناظر في مناظر ناس قاعدين في الزلط. أمة الإسلام في خير. ها؟ أمة الإسلام في خير والله. والله كان شفت الناس. الناس قاعدين في الزلط. والبيت انمسح. انمسح بس تقول جاب بيستيكا بس اتمسح كله كله ما في أي حاجة. محمد رسول الله. كل لون قالوا الحمد لله ده من الله. الحمد لله. ناس مؤمنين. يا سلام يا سلام. ناس مؤمنين. محمد أحمد. هاي. محمد أحمد والله العظيم. هاي. والله أنا شاكر لك جدا. الله يخليك. والله أنت شاب من الشباب الممتازين. والله في كثير. كونك أنت تحس بمسؤولية الناس التانيين ديل. نعم. ها؟ وقلبك يكون عليهم وتجمع لهم في قروش. والله ده عمل ما سهل. والله والله يحفظ لك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والله معروف. ما مكتوب ده جديد تولد. والله في ناس زي كثيرين بالعشرات وبالمئات. بالالاف. ايوه ماك وارثوا وارثوا من جدودك. أيوة. ابو مروه. أيوة. والفزع. أيوة. والنفير. أيوة. كلهم ديل. أيوة. ديل احنا وارثينهم من جدودنا. لكن كان ما سوينا كان عندنا النفاج. أي نعم. بتاوق على جارك بشيل منه صحن ملاح. أي نعم. وبيجيب منه صحن ملاح. نعم. وشايلين وارقين. أيوة. فنجك ضيوف. وكيف شايلين بعض. وهي يا اخي للمان احنا ذاتنا. يا جماعه النفاج. افتح النفاج. افتح لدي زمان. ابقوا. يا سلام. تفقدوا اخوانكم. يا سلام. تفقدوا اهلكم. يا سلام. تفقدوا عشيرتكم. والله اذا تبقى لدي زمان يا جماعه. ومن سمح الله وشيء اخوه. نعم نعم. زمان الناس بتتكاتف مع بعض. ايوه. زمان الناس بتتكاتف. نعم. اي احنا ما قاعدين نمشي للاعراس وقاعدين نمشي للبكيات ما نمشي. نعم. برضو للحياه الزيدي. ايوه. ما نمشي. ايوه. ما صح ولا ما صح؟ يا ابو مروه. والله انا خجلتوني. يا ابو مروه. الناس كلها تفزع. ايوه. يا اخي شكرا لكم والله خجلتوني عديل والله والله خجلتوني. كتر خيركم. كتر خير وبارك الله فيك. الولد والله بيجي منه. ولد تمام. والله بيجي منه. ولد تمام. تذكر؟ ما منه دي. دماء عادة تصون الزمان. ايوه ايوه. برضو يلا. ما ايوه. ما في شباب. ايوه. يا محمد احمد. عليك الله عن ابراهيم ده داخل ما عرف ذاته مشاوية نفسي. وبعد ما حيتصرف حعرفه وحيجيني ساي. هاي بس. بسوي شنو انا يعني؟ مسكوره وجيم الشي ابراهيم خلاص. اها اها. عملت شنو؟ والله عملت عمل. والله عملت عمل سمح سماح. اها طيب اديني عشان امشي على المدرسه اودي للناس. والله قدر اللي لقيتهم اتبرحت بهم لناس لناس هذول عامل نفير. قدر اللي لقيتهم اديتهم واحد من الشباب العادين عامل نفير وقلنا بيجمع قروش للناس عشان يديها لهم. يا سلام والله. عشان كده قمت اديت لهم ومشيت معاه هناك. مشيت معاه هناك والله شغالين باخلاص ومعاه كميه من الشباب حالات الدنيا عليهم والله العظيم. والله بيمشوا يفتشوا البيوت المكسره ويجيبوا لها الحاجات ويوزعوها لهم بيت بيت، اي بيت مكسر يدوا لهم فيه الدون. والله ما شاء الله عليهم والله. والله يا ابراهيم انا ذاتي كنت شفت داير اقول لك وخجلانه خايفك تشاكلني. برضه هنا نسوان الحله برضه قالوا دايرين يعملوا تبرعات كده يلموها. قمت انا لميت الملايات يعني ما بنفرشهم ما قاعد نفرشهم. أه. قعدت لكن شكلهم كويس. أي. وكان في حبه فول كده وحاجات ومي جابتهم لي عشان عارفه الظروف. قسمته لون يعني شلت حبه قلت قدر بناتي عشان اعمل لون احشي لون والباقي اديته لون. والله انا سعيد اني تزوجتك انت. كونك تعمل عمل زي ذا والله سعيد اني تزوجتك. واوعدك يا اخلاص اول ما يفتح الله علينا ها والله املى لك يدين الى الذهب. ان شاء الله ربنا بيفتحها. وكم ما بنيت لك عمارتين ما تديني ما سؤال بدي ما الله بدي. والله بناتك ديل عيشة احسن عيشه كتر خيرك. اسمعيني الله يديك العافيه يا ابراهيم. اسمعيني ثيابك زادت هنا قسمين النص ان شاء الله.
انا ذاتي تبرعت بجاي يعني توب هديه. انا هسي حادعو ناس الحله كلهم اقول لهم يا اخواننا نمشي ننجد الناس دي. خلاص احنا ذاتنا نسوان عندنا اجتماع العصر ثاني. بتمشوا معنا؟ ماشي يا زلمه بتمشوا معنا؟ يا اخي ما شاء الله ما شاء الله بتمشوا معنا؟ النسوان النسوان يا بتمشوا معنا؟ النسوان قالوا ما شاء الله احنا اللي قاعدين شنو؟ ها؟ ها دارينا نسمع راي الناس وجهه نظرهم في الكلام ده، راي شنو في الكلام ده؟ ايوه نمشي معاهم كلنا كذا شباب نصلح للناس المناطق والبيوت اللي اتكسرت ونمشي معاهم في بلادهم ونتكاتف كلنا مع بعض كل كذا الشباب والمواطنين البلد كلنا نمشي معاهم نصلح معاهم بيوتهم جزاكم الله خير. تمام تفضل. والله نحن يعني متاسفين شديد للناس اللي تهدمت بيوتهم وان شاء الله حتى لو ما قدرنا يعني نساعدهم بالجيب حنساعدهم بقلبنا وبضرعنا ان شاء الله ان شاء الله. والله المصلحه دي 100% اول حاجه يظهر للناس اللي يعني عملوا فيها ناس تجار ناس متكبرين وحاجه ثانيه زي دي. نعم يعني احنا نتمنى انه الناس كلها تكون على حسب المصلحه دي عشان هو يكون عاشر الواقع بتاعه. شكرا بس يا نارو بارك الله فيك. نمشي نساعد الناس دول ونعطيهم الله اللي بيريد اليوم ونديها اليوم. ها؟ اي حاجه الله بيريد اليوم نحن نعطيها اليوم. يا سلام عليك. انا والله بعاين كثير من جميع السودان يعني متضررين كثير بالمياه والامطار والذين هم يصابوا فيها ونحصل لهم احداث وجان غزون فيها دين طبعا المياه شالتهم ليوم الليله اهلهم ما عارفين مكانهم وين. نعم. ولا اي مكان نتمنى انه الناس تكادي يوم كان واحد جار وقت ولا يزفوا يحولوا اي مكان جهه ثانيه ليصابوا. ونا يا جماعه كان المنطار كبت غزير الناس ترحل منا وايد وايد جمال امياء ترحل بعيدا سلامتهم يا جماعه سلامت الاخرين. وباي انه بشكر كثير المصريه قناه الشروق والمصريه اللي قدمت لنا الخرطوم ان شاء الله من لهم التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. الناس المضررين ديل الناس بتتبرع بتدعم الدول برا بتدعم لكن هل الحاجات دي بتصل للناس المضررين ولا ما بتصل؟ قبيل الزول ده اطلع من بيتك وطلعوا من بيته والجوديات، هل الزول ده طلع من بيته في محل يقعد فيه في مأوى في 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 حاجه يعني عشان يطلع ويقعد؟ شكرا جزيلا. الزول ده كان بيتكلم عن هسه عن الموضوع بتاع الدعم من الخارج. نعم. الناس قاعده تيجي تدعمنا من برا يعني لكن جوا هنا الناس قاعده تستغل ظروف الناس. نعم. في زياده المواصلات وفي زياده الحاجات يعني. نعم. فنحن طالما في ناس بيساعدونا من برا المفروض الناس يعني تساعد المضررين من جوا هنا يعني. نعم. دائما يكون من الداخل اكثر من الخارج يعني. نعم. انا اناشد جميع المسؤولين انه بجد البلد دي ما حقتنا نحن برانا كمواطنين، البلد دي حقت الكل ولازم ندافع عنها ونحافظ على حياه الناس ونحن كشباب عشان نحن لازم نحن الجيل الاسي لازم نعمل حاجه كبيره حتى لو الناس المسؤولين ما عملت حاجه كبيره نحن كشباب لازم نترابط ولازم نعمل جمعيات ولازم نناشد بعض. خلاص لو كان عبر الجمعيات لو كان عبر النوادي عشان احنا نعمل حاجه كبيره بجد تودي الناس لقدام ما دائما نرجع لورا لانه ده وطننا السودان ونحن كشعب سوداني نحن شعب تكاتف وترابط خلاص ولازم بجد نقف مع بعض وبجد نثبت ان احنا شباب جد جد خلاص لانه البلد محتاجه لنا بجد. بسم الله الرحمن الرحيم انا بحيي حاج ابراهيم لانه كان في جيب 20,000 يتبرع بها فما بالك انت عندك مثلا ان شاء الله قول 22,000 اتبرع ب 20 وخلي الاثنين. بناشد اخواتي يعني ان شاء الله بالجامع بالجوامع نعمل لنا صندوق خيري خزينه في الجامع كل ما يقول الصلاه يخطوا لنا حاجه لاخواتنا المضررين اخواننا المضررين يعني ما زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نغص ماله من صدقه. والعمل انه مفترض الناس تكون متكاتفه مع بعض والشعب السوداني زي ما قال يعني ايد على ايد بتجدع بعيد فمفترض الناس كلها تكون متكاتفه مع بعض ويعني ما مسؤوليه الحكومه براء برضه مسؤوليه الشعب السوداني كله لازم يقف مع بعض وشكرا لكم وجزاكم الله خير.